الحرامية يا حمات الحرامية يا حمات الحرامية يا سفير يا سفير يا سفير يا سفير في واحد حبس اخواتنا الشعب المصري بيكرهوك الشعب المصري بيكرهوك نايف نايف يا جبان نايف نايف يا جبان يا عميل الامريكان يا عميل الامريكان نايف نايف يا جبان نايف نايف يا جبان يا عميل الامريكان يا عميل الامريكان نايف نايف قول لاخوك نايف نايف قول لاخوك شعب مصري بيكرهوك شعب مصري بيكرهوك نايف نايف قول لاخوك شعب مصري بيكرهوك شعب مصري بيكرهوك الظلم ده جاي منين من بلاد الحرمين الظلم ده جاي منين من بلاد الحرمين يا جماعة عاوزين نبين بس نقطة مهمة بعد كده نكمل احنا مش جايين عشان قضية المعتمرين بس احنا اصلا جايين هنا عشان قضية الاسلاميين المعتقلين في السجون بدون وجه حق بدون اي تهمة احنا جايين هنا ليس بيننا وبينهم اي نسب ليس بيننا وبينهم اي صلة انا اقسم بالله لا اعرف احد منهم ولكن جينا هنا عشان خاطر احنا مسلمين عقيدة الولاء والبراء اللي هم مش عارفينها احنا هنا جايين مش عارفين